ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي، انزلي حالا اشتركي فيها، واهم حاجه تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه في القناه. النهارده بقى جاي لكم بفيديو جديد عباره عن جوله في الحاجات اللي في دولابي. طبعا انا لسه ما نضفتش الحته دي، انا بس يعني احنا حاليا بنرص العفش، فانا اول ما رصيت دول قلت هصورهم على طول عشان الحق يعني اصور بقيه الحاجات. في نفس الوقت كل ما بخلص قطعه خلاص ببقى عايزه ارتاح، فقلت اصور بالمره وانا واقفه. انا اصمتش على واقفه على الكرسي. هبدا اشرح لكم انا عندي ايه. طبعا العنوان ده كدب، ما عنديش كل حاجه اي بنوته بتتمنيها. انا عندي حاجات بسيطه جدا جدا استخدام الشخصي فقط، ولا جايبه من كل حاجه مليون حاجه ولا الكلام ده خالص. حتى الميك اب بتاعي مش ميك اب يعني واحدة عادية تستخدمه، انا ما بحطش ميك اب اساسا. يلا بينا نبدا. اول حاجة هحط فرشة اسنان بتاعتي، ده مش مكانها، انا حاطها هنا مؤقتا عشان اخدها اغسلها مكان التراب وكده، او ممكن اغيرها وما استخدمهاش تاني. دي فرشة ماسكارا بتاعت ماي واي، انا غسلاها كويس وبحط فيها فازلين، بس هي اتطربت حاليا عشان خاطر العذاب. عندي طبعا ده زيت شاي، وعندي هنا زيت ورد مخلوط بزيت جونسون. اكيد هتتوقعوا ان اللي بعديه طبعا زيت جونسون. ده الروج الجيلاتيني بموت فيه بجد. انا عملت لكم ريفيو عنه قبل كده، انا بعشق حاجه اسمها روج جيلاتيني، وجايبه منه واحد في جهازي. تحفه تحفه تحفه، طبيعي جدا على الشفايف، وفي نفس الوقت بيدي لون جامد جدا كانك حاطه روج. طبعا ده بلسم الشفايف بتاع ماي واي، انا ما استخدمتوش كتير بسبب لونه، لونه تحفه طبعا بس لونه مش بيليق على كل اللبس صراحه، فانا سايباه. وده كده بتاع ماي واي برده خلاص، بس انا سايباه عشان هعمل بيه يا اما دم غزال يا اما هستفاد بيه باي حاجه. زي ما احنا متعودين ما بنرميش حاجه، الحبه اللي فيه دول احنا هنستفاد بيهم. ده كده سيرم الشعر بتاع لوريال الفيف، ده للشعر المصبوغ، عملت لكم ريفيو عنه. ما بستخدموش بقالي اكتر من 3 شهور من ساعه ما استخدمت الحبه دول، بس هحاول اخلصه. انا حطاه في قائمه المنتجات اللي انا لازم اخلصها قبل نهايه السنه. ده طبعا مزيل العرق بتاع سبيرنج بتاع ماي واي، تحفه جدا بستخدمه. ده الكعب الغزال بتاع ماي واي، ده من الحاجات اللي هي بصوا هو كويس بس عارفين مش بيديني لون، يعني بيدي ترطيب. دي طبعا قشرة الاميرات، عملت لكم عليها ريفيو 3000 مرة، وفي ناس كتير قوي مرضهاش الريفيو بتاعي. تمام. وهنا ده كده الزيت، زيت الفلفل الحار، عملها على طريقة دكتور اي عسكر، وده بالمرز كريم ترطيب الشعر. عندي الحنة البيضاء، وبنات كتير جدا جدا سألت يعني الحنة البيضاء، ريفيو عنها ملقوها عندي. الحنه البيضه زي ما انتم شايفين انا مقطعه. الحنه البيضه انا ما استخدمتهاش في حياتي غير مرتين بس، في الحقيقه المرتين ادتني تفتيح كويس بس ما جربتهاش قوي، يعني ما اقدرش اقول لكم اعتمدوا عليها اعتماد تام في حكايه التفتيح، يعني بس الاماكن الحساسه او الاندر ارم او اي حاجه. تمام. بعد كده هننتقل للحاجه اللي بعد كده، ودي حاجات العطار بتاعتي، كل الاعشاب وكل الحاجات حطها في الكيس الصفرة دي. وبعد كده ده مزيل الميك اب بتاع جيت فريش من ماي واي، ما استخدمتوش غير مره واحده بس، بس انا حاطه احتياطي. عندي المشط الخشب ده، عندي الابره دي بحط فيها ساعات الزيوت بتاعتي عشان احطها في فروه شعري كويس. ده طبعا البوني بتاع الوصفات بتاعتي، وحاطه كيسين رز كده صغيرين، دول اللي بعمل بيهم وصفه الرز. ده جواه الخاتم الذهب اللي مروان كان جايبهولي هديه، كان ده الطقم الفضه اللي انا جبته معاكم انتوا عارفين طبعا. استنوا بقى كده، ده ايلاينر بتاع ماي واي، هحاول اقول لكم كده من فوق. ده الفاونديشن بتاع بريتي وومن، هحاول كده اشب شويه واجيب لكم. هنا في روزات او حاجات، ودي بلد اي شادو صغنونه كده كانت جايه لي هديه، بس والله العظيم تحفه جدا، البيجمنت بتاعتها خرافيه، اجمل من مايه سينما بمليون مره، بحبها قوي وبحب استخدمها. عندكم ده كده درجه الروج دي فظيعه. عندكم البرونز ده من ميلاني، في الكونسيلر ده من كاتريس،
اهو ده شكله تمام. استنوا كده عشان ايه اظبط بس الدنيا. عندكم ده الاستروس اللي بيتحط على الضوافر. بصوا عايزه اوريكم المصيبه اللي حصلت لي، هوريكم حالا. يعني انا مصدومه صدمه كبيره جدا جدا جدا. اهو وقع تاني. انا مش والله العظيم ما عارفه اعمل ايه. بصوا الهايلايتر بتاعي بتاع هدى بيوتي، شايفين ايه اللي حصل فيه؟ انا مقهوره والله العظيم، زعلت جدا جدا عليه. يعني انا مستخدمتوش يعني 6 7 مرات على بعضه، بصوا حصل فيه ايه، بجد زعلانه جدا جدا. واي نعم رخيص ب25 جنيه، بس برضو حاجه دفع فيها فلوس. يعني الحاجه اللي انتي ما تزعليش انها اتكسرت ما بتبقيش حاسه بفلوسها، بس انا حاسه بفلوسه انها من مصروفي، فاهمين؟ بصراحه اتضايقت جدا جدا جدا. يعني هو وقع على وشه ف اجله تجيب على طول في وقتها. طبعا بقى تحتنا في اللي هي الابلات الاي شادو بتاعت هدى بيوتي بتاعت ماي سينما ولا ايه. عندي هنا الكونتور بتاع ام ان اهو، وعندي الفرش بتاعت ايسنس محطوطه في العلبه الصاج دي كده بالطريقه دي. قلت احطهم كلهم في العلبه الحديد دي، كانت جاي فيها حلويات مش فاكره منين، فحبيت ان انا ارصهم كلهم في مكان واحد زي كده، يعني عشان ما احطش بقى الميك اب ارصه كله وياخد مكان على الفاضي. اصلا مش بستخدمه خالص، يعني عادي بستخدمه كل فين وفين. تمام. بعد كده عندي هنا دي وصفه تتقيل الحواجب والرموش، كنت عاملاها معاكم. دي فيها زيت خروع، زيت لوز حلو، وكبسولات فيتامين اي. تمام. بعد كده انا عندي الاكستنشن كنت جايباها، ودي حبوب الفوليك اسيد، هعمل بيها وصفه هبقى اعملها معاكم. طبعا عندي الشاور ده من ايفون، ده من اولويز، اسمه اولويز. طبعا ريحه اولويز دي تحفه جدا، استنوا عشان اتبوظ معايا. وطبعا عندي الشاور جل ده من ماي واي جولدن تاتش، خرافي. اي حاجه من جولدن تاتش بتبقى تحفه، حتى البرفيوم بتاعتهم ريحته تحفه. دي من القطن بتاعي، مش عارفه انا بتلخبط النهارده كتير ليه. ده القطن بتاعي. دي الصابونه بتاعت بلاك سوب اللي هي بالفحم، كتير قوي سالني عليها، بتفتح يا جماعه، بتدي تفتيح وقتي فيه، بيقعدوا يقولوا لا دي مش اصليه. هو في حاجه اسمها اصليه ومش اصليه في الحاجات دي؟ اصلا كل سعرها موحد 35 جنيه و45 جنيه و50 جنيه كده، بيضحكوا عليكوا. ولو بتقول لك 100 جنيه عشان ممكن واحده تضحك عليكي وتقول لك مثلا الاصليه بتاعتها ب 100 جنيه، انما الكوبي ب 35 جنيه، بتضحك عليكي وبتاخد منك 70 جنيه زياده، وهي اصلا ملهاش غير سعر واحد. فتحوا دماغكم شويه يا جماعه بالله عليكم، عشان انتوا كده بيضحك عليكم علني رسمي، بيضحك عليكم رسمي. يعني انا مش عارفه ازاي بتصدقوا الحاجات دي. دي كده صابونه كانت جايه لي بالكركم من اسوان، كان بابا مسافر اسوان وجابها. تمام. تعالوا بقى ننتقل لمرحله الشعر، مش عارفه بقيت الحاجه فين بس هوريكم اللي قدام مني. ده روسكا كونديشنر بتاع روسكا، هو اسمه روسكا سمارت. ده كونديشنر حلو جدا بس مش بيرطب الترطيب اللي انا محتاجاه لشعري، لان شعري جاف. ده الشامبو بتاع روسكا كويس وبينضف الشعر وكل حاجه. حلو عجبني يعني، بس مش الواو، مش الشامبو الواو اللي انت تقولي عليه واو. طبعا ده تريزمي، ده البلسم اللي لحد دلوقتي رطب لي شعري كويس، بس مش بطريقه واو، بس احسن من مثلا من روسكا، احسن من دي في، احسن من بقيه البلسم اللي انا استخدمتهم في حياتي يعني. تمام. ده كده عندي حمام كريم روسكا، لا الترطيب بتاعه مش الواو، دي في عندي برقبته، وعملت لكم ريفيو عنه قبل كده، كلمتكم في الموضوع ده. تمام. بعد كده عندي الشامبو ده بتاع سترونج فيل، شامبو سترونج فيل من الشامبوات اللي انا اعجبت بيها. هي مش بتنضف الشعر كويس عشان ما فيهاش صلفات ولا اي حاجه، بس من الشامبوات اللي فعلا بتوقف التساقط نسبيا، ما بتوقفش التساقط يعني اللي هو ما توقفوش للابد او ما بتوقفوش خالص، لا بتساعد نسبيا. نسيت اقول لكم ان دي الليفه المغربيه بتاعتي، الليفه المغربيه دي كويسه جدا جدا فوق الوصف، بحبها قوي قوي، خصوصا لو بتعملي سكراب بتقشر لك جسمك كويس جدا، تغنيكي عن اي مجموعه مغربيه. دي ماركتها كانت من اصاله، ماركتها اصاله. تمام معايا كده. اعتقد ان انا خلصت لكم الرف ده كله كده، يعني اعتقد ان انا كده تمام قوي معاكم. اتمنى يكون الفيديو بتاعي حقيقي عجبكم. ما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو ده، وتفعلوا علامه الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه، وادعوا لي دعوات كتيره جدا جدا، بحبكم قوي قوي.
اللي عايزه فيديو عن اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتات، اللي عايزه اي حاجه اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هوفي لكم اي حاجه انتوا عايزينها. باي باي، واستنوني فيديو جديد حبايبي.